السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الذكريات؟ تنتج الذكريات في عملية ترميز وحفظ للتجارب والأحداث السابقة في الدماغ، ثم استرجاعها، وتبرز أهميتها في أنها تعتبر المؤثر الأساسي على السلوك العام، وتبرز أهميتها في أنها تتشكل أو تشكل نتيجة للاهتمام بحدث معين أو إعادة تصويره في الدماغ، كما تمتلك تأثيرا واضحا على كل عملية الإدراك والتعلم والانتباه. فكل النشاطات التي يقوم بها الفرد، حتى التفكير وحل المشكلات والأعمال الروتينية، هي مجرد نتائج منعكسة عن عملية التذكر. ومن الجدير بالذكر أن عملية تذكر التجارب السابقة وإحالتها للوعي يتطلب تزامن كل من التجربة وإشارة الاسترجاع التي تسهل عملية التذكر.